بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أبوث رحمة العالمين. كيف تكتب يوميا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وتكون أفضل أهل الأرض عملا كل يوم، وتصل إلى منازل أعلى من منازل الشهداء؟ سأقول حضرتكم دليلا واحدا من السنة لا يقبل الشك، دليلا قاطعا، والحديث صححه الإمام الألباني: أفلا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مالككم وأزكاها عند مالككم وأرفعها في درجاتكم، خير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قلنا: بلى رسول الله. قال: ذكر الله. شوف الحديث بيقول إيه، وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم، يعني خير لكم، يعني خير من الجهاد في سبيل الله، وخير فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم الشهادة. يبقى إذن أذكرون الله كثيرا والذاكرات يصلون إلى منازل الشهداء، بل إلى أعلى من منازل الشهداء. سأقول لحضراتكم 5 أذكار لو أنكم واظبتم عليها كل يوم تصلون إلى منازل أعلى من منازل الشهداء. الذكر الأول في الحديث في صحيح البخاري: من قال كل يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء إلا من قال مثله أو زاد عليه. لا يأتي أحد يوم القيامة بعمل مثل ما جاء به إلا ما إذا من قال مثله أو زاد عليه. بس الأفضل إن أنت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. لماذا؟ هناك حديث من آخر: من قال بعد قبل أن يثني رجليه بعد صلاة الصبح 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وبيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ومثلها بعد المغرب كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكانت له حرزا من الشيطان وحرزا من كل مكروه، ولم يحل لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك، ولم يأتي أحد يوم القيامة بعمل مثل ما جاء به إلا أن يقول مثل ما قال أو أفضل مما قال. تعالوا بقى الحل للحديث ده، يعني ليك بكل واحدة 10 درجات، يعني أنت لو قلت 100 مرة بتاخد ثواب عتق 1000 رقبة، وبترفع عليك 1000 درجة في الجنة، بكل واحدة 10 درجات بترفع، بتاخد ثواب عتق وتاخد حصانة كاملة من الذنوب. مفيش ذنب ممكن يدركك، العلماء قالوا يدركك يعني يهلكك، يعني تاخد، يعني ربنا بيقول لك انا بغفر لك مقدمه قبل ما تعمل اي ذنب الا انك تموت كافر بس، ولا يحل لذنب ان يدركه الا الشرك، وكانت حرزه من كل مكروه، يعني معناها ما فيش اي حادثه تحفظ وتصام من الحوادث والكوارث ومن الشيطان ايضا. طب ايه عليكم ذكر زي ده السبب؟ ادي الذكر الاول. الذكر الثاني: سبحان الله وبحمده. قال عليه الصلاه والسلام: من قال سبحان الله وبحمده 100 مره صباحا حين يصبح ومائة مرة حين يمسي، لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا من قال مثله أو زاد عليه. حتى لو حج واعتمر وجاهد في سبيل الله، زي الذكر اللي فات ده، لو واحد حج واعتمر وجاهد في سبيل الله شهر كامل وصام كمان وما قالش مقصر في الذكر ده أو الذكر ده، واحد تاني قالهم، الذاكر يسبقه. ده مش كده وبس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سبحان من قال سبحان الله وبحمده 100 مره كل يوم غفر ذنوبه لو كانت مثل زبد البحر. مش كده وبس، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، والحديث صححه الامام الالباني: من هاله الليل ان يكابده، وبخل من المال ان ينفقه، وجاب عن العدو ان يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، في احب عند الله من انفاق الورق والذهب، واحب من جبل ذهب في سبيل الله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني سبحان الله وبحمده واحده بس افضل من تنفق جبل ذهب زي جبل احد في سبيل الله. طب بالله عليك، يا ريت بقى تقول سبحان الله تطعمها بعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، حتى لو مش 100 مره كلها تقولها، في 20 مره في 30 مره: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على احد امهات المؤمنين فوجدها جالسه ممسكة بحصوات، فقال لها: ماذا؟ قالت: اذكر الله يا رسول الله. فتركها وانصرف، ثم رجع اليها بعد ساعه، قال لها: اما زلت على الحال الذي تركتك عليه؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بضع كلمات 3 مرات
تزن او تعدل ما قلت ما قلتيهن في هذه الساعه. ماذا قلت يا رسول الله؟ قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته. ويا ريت تقول، ولو قدرت تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، يكون افضل. ليه؟ جاء رجل الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث ده له اربع طرق تقوي بعضها بعضا. قال رسول الله اكبرت عندي الدنيا، يعني ضيق رزق ومشاكل. قال له اين انت من تسبيح الملائكه، اين انت من صلاه من تسبيح الخلائق وصلاه الملائكه؟ قل سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم، استغفر الله 100 مره بعد صلاه الصبح، تاتيك الدنيا راغمه. قال سيدنا عبد الله بن فمكث، فثم جاء قال رسول الله اقبلت علي الدنيا فلا ادري اين اضعها. شوف بقى، شوف سبحان الله وبحمده، سبحان الله، يبقى تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله 100 مره، وسبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي 20 30 40 مره على قد ما تقدر، كل يوم في صلاه الصبح، بعد صلاه الصبح، بعد صلاه الصبح وبالليل. الذكر الثالث لا حول ولا قوه الا بالله، باقل تقدير 100 مره، والافضل تقال 100 مرات كل يوم. ليه؟ اولا لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه، دي حاجه. ثاني حاجه، قال عليه الصلاه والسلام في الحديث، هذا حديث حسن، لا من قال لا حول ولا قوه الا بالله كل يوم 100 مره لم تصبه فقر، لم يصبه فقر ابدا، او فاقه ابدا في الروايه، وتدفع 70 بابا من البلاء، وهي شفاء من 99 داء، ايسرها الهم، وهي غرس الجنه، كنز من كنوز الجنه، واحده منها بس افضل من ميراث الكره الارضيه كلها في الجنه يوم القيامه. الذكر الرابع، الذكر الرابع لا يقدر بحسنات، مليارات مليارات الحسنات. والحديث صحيح الامام الالباني في صحيح الجامع، قال أبو مامة البهلي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في المسجد أحرك شفتيه، فقال لي ما تعمل يا أبا مامة؟ قلت يا رسول الله أذكر الله. قال أفلا أدلك على من هو خير من ذكرك الله، أو أفضل من ذكرك الله، الليل مع النهار والنهار مع الليل، يعني أفضل من أنك تذكر الله ربنا سبحانه وتعالى 24 ساعة متواصلة. قلت بلى يا رسول الله. قال أن تقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الارض ما في السماء، سبحان الله ملء ما في الارض ما في السماء، سبحان الله عدد ما احصى كتابه، سبحان الله ملء ما احصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. ثم تقول الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في الارض وما في السماء، الحمد لله ملء ما في الارض وما في السماء، الحمد لله عدد ما احصى كتابه، الحمد لله ملء ما احصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. ثم تقول الله اكبر مثل ذلك، ثم تقول لا اله الا الله مثل ذلك، وفي روايه ولا حول ولا قوه الا بالله مثل ذلك، وما فيش مانع انك تقول استغفر الله مثل ذلك قياسا. الذكر ده لا يقدر بحسنات. قعدت تذكر ربنا سبحانه وتعالى 24 ساعه باذكار ثانيه لم تبلغ ثواب هذا الذكر بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، واحنا لسه قايلين ثواب الاذكار اللي فاتت. لا يقدر بحسنات. الذكر الخامس تقول سبحان الله 100 مرة، الحمد لله 100 مرة، لا إله إلا الله 100 مرة، الله أكبر 100 مرة. هذا الحديث حسنه جمع من العلماء وله شواهد في السنة تقويه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح لله 100 تسبيحة بالغداء و100 بالعشي كان كمن حج 100 حجة، ومن حمد الله 100 بالغداء و100 بالعشي كان كمن حمل على فرس في سبيل كان كمن حمل على 100 فرس في سبيل الله، او قال كان كمن غزا 100 غزوة، ومن هلل لله 100 تهليلة بالغداء و100 تهليلة بالعشي كان كمن اعتق 100 رقبة من ولد اسماعيل، ومن كبر لله 100 تكبيرة بالغداء و100 بالعشي قال لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أن يقول مثل ما قال أو أفضل مما قال. خلي بالكم. يبقى أنت لو قلت سبحان الله 100 مرة، الحمد لله 100 مرة، والله أكبر 100 مرة، لا إله إلا الله، كتب لك 100 حجة في سبيل الله. كأنك غزيت 100 غزوة في سبيل الله، كأنك أعتقت 100 ولد من بني إسماعيل، وكأنك تصدقت في رواية من الروايات الثانية، حسنا برضو جمع العلماء وصححها بعض العلماء، كأنك أعتقت، كأنك تصدقت 100 بدنة أو 100 جمل، ولا يرفع لأحد على العمل على وجه الأرض عمل زيك. الا لو واحد قال زيك او اكتر منك. خمس اذكار. الخمس اذكار دي لو انت وظبت عليها تكتب عند الله سبحانه وتعالى يوميا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وتكون افضل اهل الارض عملا، وتصل الى منازل اعلى منازل الشهداء بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم احنا قلناه في الاول. هكتب لكم كل الاذكار دي في الوصف، انسخوا هذا الكلام وانشروه، رشوا هذا العلم في ثواب عظيم. يا ريت تحفظوا الاذكار الخمسه دي وتقولوها،
وتعلموها للناس قبل ما علم علما فان له اجر معلوم به يوم القيامه. لا قذفكم وتنشوش تفعيل الجرس والشرف في القناه ليصلكم كل جديد وتساعدوني على نشر الصوره الترويجيه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.